ما بلاش نتكلم في الماضي عابر بتكلم جد ما تقولش الحد المعرض السنة دي أكتر حاجة تميزه التنظيم والسلاسة في الدخول وتعاون القائمين على المعرض. يسعدني أكتر اهتمام التلفزيون المصري بأنه يغطي فعالية مهمة جدا زي فعالية معرض الكتاب. المبادرة اللي عاملينا هنا بتخلي سعر الكتاب من جنيه لعشرين جنيه، ودي حاجة طبعا أول سنة يمكن أشوفها، وفعلا الكتب في متناول الجميع. بيبقى فرصة كبيرة جدا أن أنت توصل أعمالك وأن أنت بتعمل ترويج ل القصايد بتاعتك واشعارك. فرحانه جدا اني لقيت ناس كتير بتبدا اللي هي تقرا، وفي اطفال. المنظر الصبح وانا داخل اصلا ان الاقي شباب واطفال وناس كبيره نايمه بره على الرصيف مستنيه باب المعرض يفتح، فده لوحده كفايه. مصر بتقدم هذا المعرض بأولا من ناحية التنظيم ومن ناحية الأسعار الكتب والعروض اللي موجودة. يعني احنا النهاردة زي ما احنا شايفين فيه فعالية الكتاب من لحد 20 جنيه، ده طبعا سعر كويس جدا وسعر مخفض بحيث ان الشباب يقدر يقرأ ويقدر يتثقف ويقدر انه ينمي عقله. وبنشوف طبعا يعني مصر والإمارات والسعودية و يعني دور نشر من دول متعددة عربية وغير عربية بتشارك في هذا المعرض وبتسر المعرض بكتب لمؤلفات ومفكرين مهمين جدا. والحقيقة النهاردة يعني دائما بيقولوا انه الموبايل او السوشيال ميديا يمكن ان تقضي على سوق الكتاب الورقي، او هناك معركة بين الكتاب الورقي والكتاب الالكتروني، ولكن انا ارى انه الكتاب الورقي مازال له ملمسه، له طابعه الخاص الجذاب، وارتباطنا بالكتاب وبكوبية الشاي أو فنجان القهوة وإحنا بنقرأ الكتاب ده بيخلينا نتفاعل مع الكتاب، نقدر نسجل ملاحظات، نقدر نعمل علامة على جملة عجبتنا، على كلمة إحنا عايزين نمشي بيها في حياتنا، على عكس الموبايل اللي يمكن ما فيهوش تفاعل أو تواصل أو لذة القراءة ما بتكونش موجودة في الموبايل بالقدر اللي موجود في الكتاب. اللي حبيبي
انتباهي هو وجود العائلات، وجود العائلات بكم كبير جدا، وكمان وجود وجود الشباب في سن صغير، سن 15 16 سنه، حتى وجود الاطفال في سن 7 و 8 سنين، وده بيبرز مدى تاثير المعرض في السنين اللي فاتت ومدى نجاحه ومدى استمراريته في النجاح، وارتفاع نسبه الزيارات في الاعمار السنيه المختلفه. كمان اللي لفت نظري هو الاسعار، اسعار المعرض السنه دي جميله جدا، فيه تخفيضات، في تخفيضات كبيره جدا في المعرض. كمان اسعار الكتب في اسعار بتوصل كمان ل 20 جنيه و 15 جنيه، ودي طبعا اسعار زهيده جدا بالنسبه لكم المعلومات اللي موجوده في الكتب وبالنسبه لمتوسط اسعار الكتب كلها. كمان اللي بيميز المعرض هو وجود كتاب شباب كتير جدا، ده بيبرز مدى التطور ومدى مساعده المعرض في نشر افكار الشباب والافكار الجديده في الاجيال الجديده من الادباء ومن الشعراء ومن المؤلفين. في الحقيقه انا اتاثرت جدا في بدايه طفولتي بعدد من الشعراء وعدد من الكتاب، ابرزهم كان فيكتور هوجو. اما قريت له اول روايه قريتها ليه كانت احدى بنوتردام، الرواية دي أثرت فيا جدا، بتبرز مدى القيم اللي بتحث على التسامح، بتحث على عدم التنمر، المساواة، بتبرز كمان مرحلة زمنية هامة جدا وهي مرحلة ما قبل الثورة الفرنسية، والثورة الفرنسية وأسبابها وأسباب التطور في المجتمع الفرنسي اللي وصل ليها الآن. طبعا الشعراء اللي اتاثرت بيهم طبعا في بدايتي كشاعر عاميه، يمكن طبعا احمد فؤاد نجم، صلاح جاهين، عبد الرحمن الابنودي، سيد حجاب، يعني كانت من اهم الشعراء العاميه اللي اتاثرت بيهم اللي بما تحمله من فلسفه واجواء جديده بالنسبه للواحد انه يستفيد من تجربه صلاح جاهين الانسانيه، وانه ابتديت ان خلالها ان انا اكتب اعمال كثيره جدا، يعني كنت بحاول قدر الامكان ان انا احكي فيها نفس الاسلوب، امشي نفس السكه اللي فيها فلسفه او فيها عمق في توصيل المشاعر الانسانيه. يمكن تجربتي في المعرض يمكن دي مشاركتي الرابعه على التوالي، يمكن شاركت من سنه 2018 وكنت كل سنه يمكن بشارك بديوان شعري، بحيث ان انا يمكن بحاول بقدر الامكان ان انا اوصل لاكبر قدر من الجمهور، وبعمل يعني فكره استغلال السوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي، وطبعا بيبقى الحدث الاكبر اللي احنا بنغطيه هو معرض الكره الدولي بيكون كل سنه، بيبقى فرصه كبيره جدا ان انت توصل اعمالك وان انت بتعمل ترويج للقصائد بتاعتك واشعارك. فالحمد لله يمكن يعني حقيقه رجاء كويس، وكانت نتائج ملموسه جدا على مستوى التفاعل مع الناس، وان هي ابتدت الناس ابتدت تعرفني من خلال وجودي في التواصل الاجتماعي ومن خلال وجودي في معرض الكره الدولي كتير. مبسوطه بالاجواء اللي في المعرض، وكمان المبادره اللي عاملينها هنا بتخلي سعر الكتاب من جنيه ل 20 جنيه، ودي حاجه طبعا اول سنه يمكن اشوفها، وفعلا الكتب في متناول الجميع، وطبعا الروايات اول سنه اشوف فيه كتاب ينزلوا جديد، والمعرض بيتيح الفرصه لكتاب جداد ولناس جداد. وانا من الناس اللي بحب اقرا روايات، بتخلي الواحد يبقى عنده حس خيالي اكتر وبتنمي الشخصيه اكتر. طبعا الكتب مهمه جدا في بناء الشخصيه سواء للشباب او للكبار. انا مبسوطه ان النهارده في نسبه كبيره قوي من الشباب جايه، ومع المبادره دي كمان اللي بتوفر لنا ان احنا نشتري الكتاب بسعر من جنيه ل 20 جنيه، فدي فرصه جميله جدا ان احنا نشتري اكتر من كتاب وباكتر. هنا فرحانه جدا اني لقيت ناس كتير بتبدا اللي هي تقرا، وفي اطفال، ولما جيت لقيت المبادره الجميله ان الكتب بقت بارخص اسعار من جنيه ل 20 جنيه، وبالتالي بتتيح فرصه اكتر ان وتثقف اكتر وفي جميع المجالات، واللي متاح انهم يقراوا في جميع المجالات، ما فيش مجال معين، الا اي حد عنده شغف في مجال معين ممكن يقرا فيه ويتثقف اكتر، لان ده القراءه من اكتر الحاجات اللي ممكن تثقف اطفالنا وتخلي عندهم وعي من هم اطفال وتبني شخصيتهم. فمبسوطه جدا بالمبادره دي، وبتمنى ان المعرض يكون عليه اقبال كل سنه اكتر من السنه اللي قبلها، علشان يعني الثقافه لها دور جدا في بناء شخصيه الانسان وفي المجتمع عموما، وكل ما المجتمع كان مثقف اكتر وعنده حب القراءه اكتر كل ما كان منجز في كل المجالات. فبجد اللي هو مبسوطه جدا بالمبادره دي، ومبسوطه جدا بان في ناس كتير قوي ان هي بتقرا، واتمنى ان انا كل سنه يكون اقدم عمل جديد يفيد المجتمع،
والمبادرة دي تستمر والكل يشجعها والكل يتابعها والكل يجي ويشجع ويقرأ ويشتري الكتب اللي هي أصلا بسعر رخيص جدا، فمتاح إن هم يشتروا من جميع المجالات وأي حاجة، والأطفال كمان من جميع الأعمار. فدي مبادرة جميلة جدا، وشكرا، أتمنى جدا إن شاء الله السنة الجاية يكون في تاني تجربة ليا عامة في معرض الكتاب. يعني أنا خدت تجربة الكتابة من حوالي 10 سنين، كنت لسه عيل صغير، بدأت إن أنا أكتب شوية في الشعر الغنائي، بعد كده في الشعر العامي، الروايات. فكانت أول مشاركة ليا في معرض الكتاب السنة اللي فاتت كان بدوان شعر، السنة دي أنا نازل برواية، فكانت مشاركة جميلة الصراحة، وأنا استمتعت باللي أنا شايفه دوت، وإن أنا شايف المنظر الجميل ده، وقد إيه لسه في ناس بتحب تقرأ، وقد إيه لسه في ناس مهتمة بمعرض الكتاب. فيعني المنظر الصبح وأنا داخل أصلاً إن ألاقي شباب وأطفال وناس كبيرة نايمة بره على الرصيف مستنية باب المعرض يفتح، فده لوحده كفاية، فبين لي قد إيه الناس لسه بتحب القراءة. فبجد يعني أنا مبسوط بالتجربة دي، وسعيد جدا ان انا بشارك فيها، وان شاء الله اللي جاي احسن. يعني هي امنيه على المستوى العام، وهي ان ارى في كل بيت مصري مكتبه. اتمنى ان المتزوجين زي ما بيجيبوا نيش وزي ما بيجيبوا انتريه وسفره، ان هم يجيبوا مكتبه في بيتهم. من امنياتي للمجتمع ان هو القرايه تنتشر اكتر واكتر. كمان لاحظت ان الشباب اقبال اكتر في الروايه، في الكتب السياسيه والتاريخيه، لأن الكتب زي ما قلت في الأول السياسة والتاريخ والجغرافيا، الثلاث حاجات دول هم العناصر اللي تخلق مجتمع واعي. أمنية على المستوى العام على كده، أن طبعا مصر دايما تبقى رايتها مرفوعة، تزداد فيها الحركة الثقافية بشكل أوسع، من خلال طبعا وجود المعارض الدولية، وأهمها طبعا معرض القراءة الدولي للكتاب، أن دايما القراية تبقى حاجة عنصر أساسي مهم جدا في حياتنا، مش مجرد حاجة على الهامش، إنما دايما نكون دايما، لان احنا رواد في الجزئيه دي من قديم الازل. امنيتي ان انا السنه الجايه ان شاء الله اكون عملت روايه ليا، وبتمنى كل الناس تيجي، وبجد هيستفيدوا جدا وهيستمتعوا بكميه الكتب والكتاب اللي ضافوا على الساحه الجديده. امنيه حياتي ان انا اوصل الفكره اللي انا بكتب او بنشر عنها لاكبر عدد من الشباب، لان انا عامه مهتم بالموضوع كله، او بالموضوع خاصه بالشباب. بحب جدا تنميه الذات، وقد ايه الواحد يحفز نفسه، ومهم جدا ان الواحد يبقى عنده هدف ويسعى علشانه. فدي امنيه حياتي، ان اشوف كل شاب بيحقق حلمه، وكل شاب بيوصل للي نفسه فيه، ويا رب كل شاب يحقق ده باذن الله. أمنيتي بقى في المستقبل ألاقي إن بدل الأطفال ما بتمسك الموبايل وبتمسك السوشيال ومهتمين بالسوشيال أكتر، إنهم يهتموا بالكتب ويبدأوا يثقفوا نفسهم ويقرأوا، وبدل الأهل ما يجيبوا لأطفالهم الموبايل وكل ده بيضيع النظر وبيضيع الفكر وكل حاجة، إنهم يشتروا لهم الكتب ويقرأوا. أمنيتي الخاصة إن أنا كل سنة أعمل عمل يفيد المجتمع كله، وفكرتي توصل لكل الأعمار من أطفال لكبار. ما بلاش نتكلم في الماضي.